أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشر بين النساء ما يسمى بالحمام المغربي، فهل يجوز استعماله؟ وهل يجوز استخدام النساء لأجل عمل هذا الحمام في البيت؟ إذا كان في البيت وهي متسترة والحمام ليس فيه محذور شرعي، أنا ما أعرفه، لكن إذا كانت متسترة في بيتها ولا تخرج فلا بأس. أما إذا كان تخرج له من بيتها وتروح المكان تدخل فيه بالإجرة أمام الناس والموظفين، هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.